أصدقاء نور البيان، النهاردة هنتكلم مع بعض عن قراءة أوراق الطاروت لبرج الحمل الأسبوع الثالث من شهر يونيو. مواليد برج الحمل الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2021. برج الحمل، أنت في الفترة القادمة عندك تحقيق لبعض الأهداف اللي طالما سعيت إليها من فترات طويلة، وبالتحديد من 15 إلى 20 يوليو. هتفرح بتحقيق هدف معين، ويوجد عندك مكاسب مادية نتيجة لبذل مجهود زائد في العمل في الفترات السابقة. مولود برج الحمل، عندك تحقيق لعدالة السماء، ولو عندك عقد في المحكمة هيخلص بفضل الله، أو أي أوراق محتاجة إمضاءات هتخلص على خير. هيكون عندك حركة إن شاء الله في مجال العمل، حركة جديدة غير اعتيادية. برج الحمل في الوقت الحالي بيتعصب وبيزعل وبيزعل ناس كتير منه، لازم يفكر شوية قبل ما يتعصب وقبل ما يزيد في العصبية بتاعته الخاصة بأبراج النارية. برج الحمل بيفكر في تغييرات جذرية في حياته، وإنه لازم يتخلص من شيء معين، زي مثلا طاقة سلبية أو علاقة، أو حتى ممكن تكون تغيير للمسكن. ممكن ده مؤثر عليك في الوضع النفسي في الفترة الحالية. خلونا نتكلم مع بعض عن الوضع المهني لبرج الحمل. هيتم تغيير في أسلوب حياتك، وصلح أيضا في مجال عملك، وكمان في شغل جديد ومقابلة جديدة تخص عمل مع ناس لهم نفوذ وناس مهمين بالنسبة لك. لازم ناخد بالنا في الفترة الحالية، ولازم تكون قد المسؤولية يا برج الحمل في مكانك الجديد وفي منصبك الجديد، ويحوز منك كل الاهتمام. حاول توازن بين مسؤولياتك وتاخد قراراتك المناسبة في عملك، وما فيش مانع أبدا إنك تستعين بآراء بعض الأصدقاء وبعض المقربين إليك. كمان برج الحمل، عندك قطع مع بعض العلاقات من طاقات نارية، زي مثلا برج حمل أو برج أسد أو برج قوس. هذا القطع هيكون فيه مكاسب ليك، وهترتاح نفسيا بعد هذه القطيعة. برج الحمل، عندك مساعدة مادية من شخص أكبر منك في السن، ومساعدات مالية أخرى في الطريق إليك.